للمزيد حول ظاهرة المستشارين في حكومة السودان في العراق والترهل الحكومي، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام، أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ مصطفى. بحسب النائب باسم خشان يقول إن حكومة السودان تعين مستشارين من أجل إرضاء الأحزاب، هل هذا الهدف كافي برأيك لتعيين مستشارين بهذه الأعداد؟ يعني كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين الكرام أن هذا النظام منذ أسس على يد الاحتلال الأمريكي ثم على يد الاحتلال الإيراني، تعزز على يد الاحتلال الإيراني، يقوم على جملة من الركائز والمقومات، وفي المقدمة منها يعني ركيزتي الفساد والمحاصصة بكل أنواعها السياسية والطائفية والعرقية. وباب المستشارين وباب الدرجات الخاصة واحد من أهم أبواب المحاصصة الطائفية والسياسية والعرقية، ومن أهم أبواب الفساد التي تهدر أموال العراق وأموال شعبه لأجل إرضاء هذا الحزب أو ذاك المكون كما يسمى، لأن ليس الهدف من وجود هذه الدرجات الخاصة وهذه القائمة الطويلة من المستشارين تقديم خدمة حقيقية للمواطن العراقي، وإنما هي فقط لإرضاء الأحزاب ويعني توزيع الحصص فيما بينها. وهذا أيضا ينطبق على ملف السفراء الذين لا يجيدون الأصول الدبلوماسية والأعراف المعتمدة في السلك الدبلوماسي، لذا تراهم دائما يقعون في مطبات كبيرة وبالغة جدا، بالغة التأثير، لكن للأسف لا أحد يهتم في هذا بهذه المشاكل التي يوقع فيها السفراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة النظام بأكمله فيها، لأن الأساس هو نهب موارد العراق دون الاهتمام بأي شيء آخر. نعم أستاذ مصطفى، هل تعيين المستشارين يمكن أن يمكن الأحزاب من السيطرة على المناصب والمزيد من النفوذ، علما بأن مفهوم المستشار في بلادنا العربية هو مفهوم يقتصر على يعني نوع من الترضية كما أشار التصريحات، وليس منصبا عمليا يمكن أن ينعكس بالنفوذ أو السيطرة لصاحبه أو لحزبه؟ يعني الأحزاب والميليشيات تتصارع فيما بينها على حصصها بهذه الدرجات الخاصة، ليس فقط من باب النفوذ السياسي والنفوذ الأمني أو العسكري، فلهذا أبواب عديدة أخرى، ولكن كما قلنا هو باب من أبواب الاستفادة المادية وباب من أبواب هدر أموال العراق، وبالتالي الفساد المطبق المحيق بكل فقرات الحياة في العراق. هذا هو الهدف الأساسي من وجود هؤلاء المستشارين، تعيين طبقة من الأميين والفاشلين والمنهزمين نفسيا وفكريا وعقائديا، والذين لا يحصلون أو لا يحوزون على أي مؤهلات تؤهلهم ليس لمنصب مستشار وإنما لمنصب موظف بسيط في السلم الوظيفي المدني في الدول ذات الوضع الطبيعي. كلها هذه يعني الأمور تحدث لأجل الاستفادة المادية ولأغراض أخرى أيضا في من باب تقاسم الحصص والمصالح والمكاسب والمغانم والمناصب فيما بين أعضاء أو التشكيلة التي يعني يجري بموجبها تكوين المشهد السياسي والوظيفي والإداري والبرلماني في العراق. وهذا الأمر لا ينطبق على مستشاري الرئاسات الثلاث فقط، فهناك عشرات المستشارين لكل الوزراء والمحافظين وما إلى ذلك. نعم أستاذ مصطفى، كيف يقبل مسؤولون كبار في الدولة كرئيس البرلمان، كرئيس الوزراء، كبعض الوزراء في الوزارات السيادية المهمة
أن يكون لديهم مستشارون بالمواصفات التي تفضلت بها، منهزمون نفسيا، أميين، فشل إلى آخره، كيف يقبلون بذلك يعني؟ يعني لأن المطلوب ليس حقيقة منصب المستشار الذي يقدم المشورة العلمية والدقيقة ويكون خبيرا في مجال الاستشارة، وقد لا يكون موظفا في الوزارة المعنية أو في المنصب الرئاسي المعني. في الحقيقة ربما يكون خبيرا في الجامعة، ربما يكون خبيرا في إحدى مراكز البحوث والدراسات وتجري استشارته في قضية معينة، ولكن هذا الكم الهائل كما قلنا هو الجميع ويدرك بشكل كبير أن المقصود منه هو عملية المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية وليس تقديم المشورة العلمية، ولا أحد يستشير هؤلاء. نادرا ما يقدم هؤلاء هذه الطبقة التي تسمى طبقة المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة، نادرا ما تقدم استشارات في يعني المواضيع المختلفة التي تعرض عليها. هذه مناصب شكلية لا قيمة لها، وأصحاب المناصب الأساسية يعني الرئاسات الثلاثة كما تسمى والوزارات والوزراء عفوا والمحافظين يعلمون جيدا أن هؤلاء مفروضون عليهم وليسوا مستشارين حقيقيين يقدمون خدمات المشورة والخبرة والرأي السديد للمنصب المعني أو للشخص المعني في هذا المنصب أو ذاك. شكرا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل عبر سكايب.